كلية الطب البيطري. برنامج تميز صحة وسلامة الغذاء. رسم الساعة المعتمدة للبرنامج 330 جنيها لكل ساعة معتمدة. عدد سنوات الدراسة 5 سنوات دراسية. إجمالي عدد الساعات المعتمدة للبرنامج خلال سنوات الدراسة 190 ساعة معتمدة. أهمية وأهداف البرنامج: يهدف برنامج تميز صحة وسلامة الغذاء إلى إعداد وتدريب الكوادر والمهنيين المتخصصين لتطبيق المهارات والمعارف لحماية المستهلك وتحسين الصحة العامة من خلال التأكد من سلامة الأغذية وتعزيز سلسلة إنتاج الأغذية ودراسة كافة الإجراءات الاسترشادية لوقاية المستهلكين من الأمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء والتحقق من سلامة وصلاحية الأغذية المعروضة وكذلك المحافظة على المواد الغذائية وحمايتها من الفساد والحد من الملوثات بمختلف أنواعها. وللمزيد من المعلومات يرجى الدخول على الرابط التالي. برنامج تميز الحيوانات الأليفة. رسم الساعة المعتمدة للبرنامج 300 جنيه لكل ساعة معتمدة. عدد سنوات الدراسة للبرنامج 5 سنوات دراسية. إجمالي عدد الساعات المعتمدة للبرنامج خلال سنوات الدراسة 190 ساعة معتمدة. أهمية وأهداف البرنامج: يهدف برنامج تميز الحيوانات الأليفة إلى إعداد كوادر طبية بيطرية ذو كفاءة عالية ورائدة في مجال الحيوانات الأليفة من خلال الاهتمام برعايتها وتربيتها والحفاظ على صحتها من الأمراض المختلفة والقدرة على علاجها، وذلك من خلال التعريف العلمي الدقيق بالحيوانات الأليفة القطط والكلاب وطرق تربيتها ورعايتها وسلوكياتها والتعامل معها بالمنازل، كذلك الأمراض المختلفة التي تصيب تلك الحيوانات وطرق التشخيص الحديثة لها، وكذلك الإجراءات الاحترازية لوقاية الإنسان من الأمراض المشتركة المنقولة من الحيوانات الأليفة وكيفية الوقاية منها. وللمزيد من المعلومات يرجى الدخول على الرابط التالي. برنامج تميز طب ورعاية الطيور والأرانب. رسم الساعة المعتمدة للبرنامج 300 جنيه لكل ساعة معتمدة. عدد سنوات الدراسة للبرنامج 5 سنوات دراسية. إجمالي عدد الساعات المعتمدة للبرنامج خلال سنوات الدراسة 190 ساعة معتمدة. أهمية وأهداف البرنامج: يهدف برنامج تميز طب ورعاية الطيور والأرانب إلى إعداد وتخريج أطباء بيطريين ذو مهارة فائقة وهيكل متكامل في التعامل مع كل الحلقات المؤثرة بمجال الثروة الداجنة والطيور البرية، وذلك للنهوض بالإنتاج الداجني والسيطرة على الأمراض التي تصيبها والتي قد ينتقل بعضها إلى الإنسان، وربط المخرجات التعليمية بمتطلبات التنمية وسوق العمل، وذلك من خلال إكساب الخريج المهارات والمعارف المرتبطة بإدارة ورعاية مزارع ومفرخات الطيور والأرانب واستخدام الأدوية والمستحضرات الطبية البيطرية ودراسة الأمراض المرتبطة بالطيور والأرانب وطرق الوقاية والسيطرة عليها. وللمزيد من المعلومات يرجى الدخول على الرابط التالي. برنامج تميز الأدوية والمستحضرات البيولوجية. رسم الساعة المعتمدة للبرنامج 300 جنيه لكل ساعة معتمدة. عدد سنوات الدراسة للبرنامج 5 سنوات دراسية. إجمالي عدد الساعات المعتمدة للبرنامج خلال سنوات الدراسة 190 ساعة معتمدة. أهمية وأهداف البرنامج: يهدف برنامج تميز الأدوية والمستحضرات البيولوجية إلى إعداد كوادر طبية بيطرية ذات مهارة عالية وتقنيات متميزة في مجال تركيب وتسويق الدواء واللقاحات والأمصال البيطرية، وربط المخرجات التعليمية بمتطلبات التنمية وسوق العمل، وذلك من خلال إكساب الخريج المهارات والمعارف المرتبطة بمجال الأدوية والمستحضرات البيولوجية وتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي. وللمزيد من المعلومات يرجى الدخول على الرابط التالي. برنامج المعامل التشخيصية والتحليلية البيطرية. رسم الساعة المعتمدة للبرنامج 300 جنيه لكل ساعة معتمدة. عدد سنوات الدراسة للبرنامج 5 سنوات دراسية.
إجمالي عدد الساعات المعتمدة للبرنامج خلال سنوات الدراسة 190 ساعة معتمدة. أهمية وأهداف البرنامج: 1- إعداد وتخريج أطباء بيطريين ذو مهارة عالية في المعامل التشخيصية البيطرية، وذلك للنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة والسمكية والصناعات المبنية عليها. 2- دراسة الأمراض المعدية الوبائية والطرق الحديثة المستخدمة في تشخيصها والسيطرة عليها. 3- زيادة التناسل وإنتاجية الحيوان والدواجن والأسماك، وانتخاب سلالات ذات إنتاجية عالية من خلال التلقيح الاصطناعي والوراثة البيطرية. 4- اكتساب المهارات في إدارة ورعاية المعامل البيطرية، وكذلك تنمية المهارات العامة في إدارة المعامل التشخيصية والتحليلية البيطرية، ومواكبة التطور المستمر في طرق التشخيص المعملية المختلفة. وللمزيد من المعلومات يرجى الدخول على الرابط التالي.